لينافس على الأرقام وليس لينتهي. مش عايز، مش عارف اقول لكم ايه. من قال عليه منتهي فالجميع انتهى بوجود وبحضور الدون. الدون اسطورات الخالده، الدون يسجل، الدون يسجل في ماراثون النصر، رباعيه نصراويه، رباعيه نصراويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات رد فعل على مباريات الدوري السعودي، دوري روشن السعودي. والنهارده الجوله 19 ما بين النصر السعودي والتعاون السعودي، مباراه جديده، مباراه قويه، مباراه ما بين اتنين فرقتين من المربع الذهبي في الدوري السعودي. النصر السعودي في المركز الثاني والتعاون السعودي في المركز الرابع. النصر عايز يكسب النهارده علشان يقرب اكتر واكتر من الهلال اللي ماشي بالصداره وبيكسب على طول، والتعاون عايز يكسب النهارده علشان يكسر المركز الرابع ويعدي ويروح المركز الثالث بعد النتائج السلبيه اللي بيقدمها الاتحاد السعودي. فخلينا نتفرج على المباراه الناريه، مباراه جباره جدا في الدوري السعودي وقمه من قمم الدوري السعودي ما بين التعاون السعودي والنصر السعودي. نبدا حلقتنا على بركه الله، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش ان احنا عندنا هدف وتارجت عايزين نوصل له قبل انتهاء السنه، قبل انتهاء سنه 2023 عايزين نوصل ل 3000 مشترك. فعشان كده بقى خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، اعمل شير كتير بقى لاصحابك، عايزين سبسكرايب كتير جدا يخشوا القناه في خلال النهارده وبكره، عشان بكره اخر يوم في السنه وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدات المباراه وبدات اللقاء ما بين التعاون والنصر السعودي. طبعا الاول بركه والاستاد بيبقى مليان دخان في اول كده 10 دقايق كده، بسم الله ما شاء الله ما بنتفرجش، ما بنعرفش بنشوف فيهم حاجه. انطلاقه ساديو ماني ده في اول 14 ثانيه، انطلاقه ساديو وقع والحكم بيقول لك العب 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 عادي عادي عادي، شكله ما شافش اصلا من الدخان يا جدعان، مش شاف حاجه. هو كده، هو كده الماتشات دي بتبقى كلها دخان في اول الماتش. كره عرضيه وصلت اتلعبت جوه وعمل العرضيه، وايه ده؟ هو 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 شالها مدافع النصر، شالها ازاي مدافع النصر من قدام لاعب التعاون، مهاجم التعاون وقع في ارضيه الملعب، الحكم قال له كمل. كره راحت رونالدو عدى فاتة ساديو، ساديو خده لبره، اوت من بره اتقطعت منك دي يا ساديو. ايه يا ساديو ايه بقى؟ ما تلعب شويه يا ساديو، مش فايق انت ومش فورمتك خالص يا ساديو. اوهو فيها فار، قلت لك دي فيها حاجه وقلت لك ممكن فيها فار، والحكم وقف الماتش. ايوه هو رفع الكوره ومدافع النصر ادى المهاجم التعاون بايده، الحكم هيحسب ضربه جزاء. انا عارف ضربه جزاء للتعاون السعودي، ضربه جزاء للتعاون السعودي على التسديد قائد التعاون، وبيشيل حارس المعيوف. نواف صد ضربة الجزاء ولكن ردت للاعب بتاع التعاون وهو واقف تماما، ردت له متقشرة وبيقول لك الشبكة فاضية، وما قدرش يقوم نواف، ما قدرش يقوم نواف وجابها لاعب التعاون قائد التعاون. بيسجل هدف الأول التعاون السعودي في أول 12 دقيقة من المباراة من ركلة الجزاء، النتيجة 1-0. النصر السعودي متأخر في النتيجة 1-0 للتعاون، وهل بقى من ردة فعل سريعة لأن الهدف في أول ربع ساعة ده هيقلق المباراة ويقلق شوية كده دفاعات النصر هجوم النصر اللي هيبقى مندفع الوقت الجاي من المباراه، فعايزين بقى الرده بسرعه كده يا عم كريستيانو انت وصاديو، وان شاء الله خير ونجيب الهدف الاول والتعادل بسرعه ان شاء الله. اوبا يا لعيب يا لعيب يا تلسكا، مش بروزو، مش بروزوفيتش اللي جاب الجول، لا 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 مش بروزوفيتش، هي اللمسه، هي السنده من تلسكا، عملها تلسكا هو والدون، تلسكا وكريستيانو لعبوها 1-2، وتلسكا من نظره واحده ومن لمسه واحده ودى بروزوفيتش الانفراد، ودى بروزوفيتش انفراد ما فيهاش تسلل ما فيهاش حاجه، ودى بروزو، بروزو جاي جري وتلسكا شايفه وتلسكا اداله وحطها بروزو. اديها 25 بعد 10 دقايق او 12 دقيقه من هدف تقدم التعاون، النصر السعودي يتعادل سريعا 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 سريعا. اقوى فريق هجوميا في الدوري السعودي من وجهه نظري كلاعيبه ككواليتي كاهداف هو النصر السعودي، وكل الارقام بتشير بذلك. 1-1 النصر السعودي والتعاون، الدقيقه 25 ومكملين الماتش، وان شاء الله مكسب النصراوي، ان شاء الله مكسب النصراوي. العارضة العارضة العارضة، مين في العارضة؟
مين في العرض العبري؟ عمري يا عمري، اوه اتلعبت عرضيه من ضربه ركنيه ونط وجابها في العرضه، ونط وجابها في العرضه يا رب. وكريستيانو خد له كتف كده، ولا مين اللي خد له كتف ده؟ مين اللي رقم 17 ولا 7 مش عارف، ولكن الحكم بيقول لك يلعب ضربه ركنيه ثانيه للنصر السعودي على تنفيذ بروزوفيتش في الدقيقه 35 بعد كوره جت في العرضه اللي فوق الحارس وطلعت بره، وضربه ركنيه ثانيه هي للنصر السعودي. الثانية ما استنيناش للتالتة، الكرة جول، الدقيقة 34 الهدف الثاني 2-1 النصر، جول العالم الثاني، الثاني. وينك يا دون؟ عايزين هدف النهاردة يا دون عشان تضيع الصراع بتاع الأوروبا ده، عايزين هدف النهاردة. 2-1 للنصر السعودي، النتيجة أصبحت 2-1 بعد 34 دقيقة من المباراة، ثلاث أهداف في المباراة، شوط أول جنوني، شوط أول فيه رد فعل قوية جدا من النصر السعودي عن طريق هدفين، الاول بروزفيتش والثاني هيرفي. 2-1 النصر السعودي، 2-1 ومكملين لان الماتش لسه بخلص. لازم النصر السعودي يخطف له جون ثالث عشان ينهي الامور وينهي الجدال وينهي الصراع تماما في المباراه. اوهو عرضيه من ساديو بعد ما هرب، عرضيه من ساديو بعد ما هرب، ولكن ضاعت من ساديو ماني، من المهاجم اللي لعبها لساديو ماني. مين بروزوفيتش تقريبا ده ولا مين؟ ما شفناهوش. اتلعبت عرضيه من ساديو ماني ونط وجابها، بس ما ركبش الكوره يا عم، هات من فوق لتحت كده اهو يا عم، يا راجل خلص الماتش وحط التالت، ولكن عادي 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 عادي، لسه 2-1 والدقيقه دلوقتي 40. دون يا دون، انفراد، لعبها عرضيه وما فيش حد مكمل معاه، ولكن 2-1 لسه ما زالت، والدون ضيع كوره كان على لعبها عرضيه ما كانش في حد مكمل خالص يا جماعه. في الدقيقه 40 ولا الدقيقه 46 و6 دقايق وقت بدل ضائع، والحكم بيصفر انتهاء الشوط الاول، بتقدم النصر السعودي على التعاون السعودي 2-1. سجل الهدف الاول بروزوفيتش، ثم لابورتي سجل الثاني وعزز هدف الهدف الثاني للنصر السعودي، وبقى تقدم بعد ما كنا متاخرين بهدف التعاون السعودي عن طريق ركله جزاء شالها نواف، ولكن ردت وجابها جون، والنتيجه 2-1 في الشوط الاول. عايزين مشاهد، عايزين متابع، يلا بينا نطير سريعا، ولكن هاخد الصراحه ربع ساعه كده، ولكن انت في الفيديو هتطير بسرعه على الشوط الثاني. رحيم كده بنبدا الشوط الثاني مع بعض بقى، فلايكاتك للفيديو وسبسكرايب في القناه، وعايزين بقى شير لكل اصحابك، عايزين نوصل ل 3000 مشترك قبل انتهاء 2023، ندخل 2024 ب 3000 مشترك. يلا عايزين المشاهد، يلا تارجت صعب قوي، هو ناقص 200 مشترك، ولكن مفيش حاجه صعبه على المشاهدين الجامدين، كل واحد يتفرج يحط لايك، كل واحد يتفرج يعمل شير، كل واحد يتفرج مش مشترك قناه يشترك في القناه، وهنوصل لهم عادي خالص. طيب الكره عند ساديو ماني، اتلعبت ورديت، ومين؟ اوتافيو سجل الثاني، بعد عرضيه من بروزوفيتش، عمل عرضيه، ردت من مدافع التعاون، وكره ايه؟ كره جول، الهدف الثالث 3-1، 3 نصراويه، 3 العالمي، 3 العالمي. اين انت يا دون؟ اين هدفك يا دون؟ اين الهدف المنتظر عشان تبعد بقى عن المنافسه في هداف اوروبا ال 20 23؟ ولكن اوتافيو بيسجل الثالث، اوتافيو بيقضي امال التعاون، لان صعبه شويه التعاون يسجل هدفين في النصر، ولكن لسه النتيجه، ولسه الكوره في ارض الملعب. الدقيقه 49 والتقدم بهدف ثالث عن طريق اوتافيو في الدقيقه 49 للنصر السعودي. لعب مره لقدام كريستيانو يا راجل، يا راجل ايه ده؟ عدى بيها وراح وانفرد وعدى من الحارس وشاطها عليت فوق المرمى، عليت ما فيهاش اوفسايد، ولا الحكم رفع اوفسايد ولا مش اوفسايد، هي ضاعت ازاي يا دون؟ ولكن مكملين وان شاء الله منتظرين منك هدف. ماليش دعوه، انا عايز جون النهارده يا دون، ماليش دعوه. كره عند التعاون، انفراد، ولكن نواف شالها عاش نواف، والله عاش نواف، ولكن اوفسايد ولا ايه؟ اكيد اوفسايد يا عم، تخيلنا قلبنا بيقع على الفاضي، والله يا جدعان الفار ده بيعمل. يلا الحمد لله كرة وعدت وشالها نواف. رونالدو والقائم يا راجل بقى، هي معاندة ليه النهاردة كده؟ هي معاندة ليه كورة في الدقيقة 72 والقائم بيشيلها من الدون؟ يا قائم حديد، حتى حديد في الدوري السعودي، ايه ده يا راجل ده؟
كرة رجعت عند التعاون واتلعبت وانفراد ونواف. نواف يا نواف، عاش والله يا نواف، عاش النواف، شالها النواف، النواف شالها بعد انفراد في الدقيقة 81. لو كان يتسجل كان ممكن يخلي ايدينا تتحط على قلبنا لاخر الدقيقة، كان ممكن والله. كرة انطلاقة هجمة مرتدة عند ساديو ماني ولا كانت اتقطعت، ولكن انفراد شاله النواف بشكل رائع جدا. برافو يا نواف، شال له ثلاث كور النهارده جامدين جدا بجانب البلانتي اللي كان اتصد وضاعت، كان هيبقى هو البطل فيها بصراحة، ولكن عمل عليه وشال البلانتي. عادي عادي، عاش يا رجالة. 8 دقايق على انتهاء المباراة ولازم نصمت شوية عشان ما يخشش فينا الهدف الثاني، علشان ما نفضلش على قلبنا لحد آخر دقيقة. هو دون، 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 هو دون. فوفانا، فوفانا عمل له العرضية وخدها الدون بالهيد، خدها الدون بالهيد عشان يسجل الهدف 58 في 2023، وينفرد بعيدا عن، يبعد بقى عن مبابي وعن هاري كين وعن كل الهدافين. كريستيانو رونالدو يحسم الجدل، كريستيانو رونالدو يحسم الموسم، كريستيانو رونالدو يحسم السنة 2023، كريستيانو رونالدو هو هداف 2023، كريستيانو رونالدو ب 58 هدف، الأسطورة الخالدة كريستيانو ذهب للدوري السعودي لينافس على الأرقام وليس لينتهي. مش عايز، مش عارف اقول لكم ايه. من قال عليه منتهي فالجميع انتهى بوجود وبحضور الدون، الدون اسطورة الخالدة. الدون يسجل، الدون يسجل في ماراثون النصر، رباعية نصراوية، رباعية نصراوية، وان شاء الله خلاص كسبنا يا رجالة، كسبنا يا رجالة. بص بيشاور على المدير الفني، بيشاور. بص كريستيانو رونالدو في وجوده في اي منظومة بيعمل فارق كبير جدا. 3 دقايق ولا 4 دقايق وهينتهي ان شاء الله الماتش برباعية النصر مقابل هدف للتعاون. خلاص خلاص انتهت مباراة الليلة، انتهى مباراة النصر السعودي والتعاون السعودي بنتيجة 4-1 للنصر السعودي. النصر بقى في المركز الثاني زي ما هو ب 46 نقطة من 19 مباراة، والتعاون في المركز الرابع متأخر عن الأهلي السعودي، ولكن انا قلت في بداية الفيديو الاتحاد، ولكن لخبطة، الأهلي هو اللي في المركز الثالث ب 40 نقطة، والتعاون في المركز الرابع ب 34 نقطة. عايزين مشاهدين متابع، ده كان رد فعل النهاردة على مباراة النصر السعودي والتعاون السعودي في الجولة 19 من دوري روشن السعودي، الدوري السعودي للمحترفين في ملعب فتحي. تجد دائما ردود أفعال على المباريات، وتجد دائما تحليل للمباريات، وتجد دائما كل ما يخص كرة القدم من تحديات ومن كل حاجة حلوة. فخليك في الملعب دائما مع ملعب فتحي. لايك الفيديو، سبسكرايب القناة، ما تنساش 3000 مشترك قبل انتهاء 2023. دمتم في أمان الله.